عمر ابو خالد العكاس. نبي فضائح وشيء. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا متفقين على هذا. اي بس نسمع القصيده الحين. قصيده ولا الفضيحه؟ قصيده ما جانا. ها ياسر حولنا القصيده جاهزه ولا؟ انا ارسلتها لك. طيب احنا بدنا ناخذ فضائح اذا حصل فضائح. انا طرفه بسيطه حصلت لي مع ابو محمد قبل ممكن كم شهر. ايوه. كنا داخلين صاله رياضيه. تمام. وكانوا الناس يصلون. وطبعا هو ما يدري انهم يصلون. الامام قال السلام عليكم. قام ابو محمد بصوت عالي وعليكم السلام ورحمه الله. يظن يسلم عليه في المسجد. لا في صاله في يعتبر مسجد. هو احنا داخلين المسجد. احنا داخلين صاله رياضيه. جزء من الصاله الرياضيه مخلينا مسجد. ابو محمد ما يدري انهم يصلون. ما يدري. أعطيك طرفة ثانية. سمع قال السلام عليكم. أبو محمد قال وعليكم السلام. قلت أبو محمد يصلون جماعة مسلمين. أعطيك ثانية يا جاسم. أعطيك طرفة ثانية. في الظاهر أنا سمعت عن شيء البتر ما البتر. إيه شنو ذي؟ إيه.